محمد الأنس الجمعة أول المرحيم اليوم بمشاركتنا بالكلية على مرور 100 عام تأسيس الكلية. نحن طبعا كل سنة بنعمل هون معارض بس مشان نرجي التراث لهالجيل اللي صاعد هون. طبعا في دورات للتراث وفي للأكاديمية بس مشان نرجون هذا التراث انه ما يندثر. هلا هي التحفة اخذت سك ملكية، ظلت تقريبا شي سنة وثلاث اشهر سنة واربعة اشهر عم بشتغل فيها. من بعد ما خلصت طبعا ضلوا عم يشتغلوا فيها تقريبا بالوراق شي سنة حتى طلع سك الملكية. سك الملكية هو مكتوب عليه من فوق الجمهورية العربية السورية. كنت أصنع أنا الناي بالمادة القصب الطبيعي، فاستبدلت أنا كونه مو متوفر القصب الطبيعي، استبدلت أنا بمادة البي في سي اللي موجودة عندي هوني. وطبعا نحن بكل مهرجان بكل فعالي بشارك فيها الحمد لله، والبضاعة تبعي يعني البضاعة اللي أنا بصنعها الحمد لله رب العالمين أخذت كتير ضجة والحمد لله، وصارت يعني بكل سوريا وحتى بالوطن العربي.